بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ومن جديد وحصاد الأهلي. النهاردة معنا أخبار مهمة جدا عن آخر استعدادات النادي الأهلي لمواجهة الإنتاج، أيضا نتائج الدوري العام وإطلالة عالمية. ولكن هبدأ معاكم بعنوان حلقتنا النهاردة وهو الأهلي بمن حضر. في الآونة الماضية واستعدادا لأي بطولة بيخشها النادي الأهلي، وارد جدا أنك تلاقي بعض الإيقافات، بعض الغيابات، بعض الإصابات. هو دي حال كرة القدم في كل الأمور، ولكن النادي الأهلي يبدو أن هناك عين من الإصابات دائما تضرب فريق النادي الأهلي. ولكن الشعار اللي بيتخطى به النادي الأهلي عبر مدار تاريخه كل هذه الأزمات وهو الأهلي بمن حضر. روح الفانلة الحمراء وروح القميص الأحمر، الإصرار والتفاني حتى الوصول إلى الهدف وهو الفوز، سواء بثلاث نقاط في بطولة الدوري، الصعود إلى آخر الأدوار أو الحصول على البطولات سواء في كأس مصر أو دوري أبطال أفريقيا. ودي البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي بجانب بطولة كأس السوبر. دي الأربع بطولات اللي بيخش فيها النادي الأهلي، ودائما وأبدا الشعار هو الأهلي بمن حضر. النادي الأهلي قد يكون هناك بعض الغيابات لتأخر وصول الدوليين، أيضا عدم الجاهزية و إصابات بعض اللعيبة، أيضا عدم وجود بعض اللعيبة بالمستوى المطلوب، ده المستوى المطلوب فنيا أو بدنيا أو في بعض الأمور. لما يكون في إصابة بيبقى الجاهزية بتبقى بعيدة عنهم. كل هذه الأمور دائما بتسيب أي مدير فني ماسك فرقة بينافس على كل البطولات. ولكن النادي الأهلي دايما علمنا منه أن الأهلي بمن حضر، بيحط الشعار شعار الأهلي فوق الجميع وروح الفانلة الحمراء، وهو ده اللي بيخلي النادي الأهلي دائما وأبدا في صدارة البطولات، في صدارة الإنجازات. دائما هو نادي القارة، عودنا على كده، ده قدره وتعودنا على هذا الأمر. 21 لعيب النادي الأهلي دخلهم في قائمته بعد اختيارات كابتن حسام البدر المدير الفني لنادي الأهلي. 21 لعيب هم محمد الشناوي، احمد عادل، محمد طارق، محمد هاني، سعد سمير، وحسين السيد، ايمن اشرف، وعمرو السولية، حسام عاشور، وهشام محمد، وجونيور اجايه، وليد سليمان، احمد حمودي، وليد ازارو، مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، وعماد متعب، واحمد ياسر ريان، واحمد الشيخ، واحمد فتحي، وميدو جابر. دي القائمه اللي كان الكابتن حسام بدري استقر عليها. من الواضح ان هناك بعض الغيابات بداعي الإصابة، أبرزها كريم ميدفيد ومحمد نجيب ورامي ربيعة وأيضا اللاعب علي معلول. كل هؤلاء داخل قائمة الإصابات للنادي الأهلي وتحت التجهيز. ده أمام حضراتكم لقطات من تدريب اليوم النادي الأهلي استعدادا لبطولة أو الدوري العام وأيضا مباراة الإنتاج. وأدي الرباعي الحراس، ولكن وجود بقى احمد عادل، ابو عادل، وايضا محمد الشناوي، ومحمد عماد حارس ال 99 اللي تم تصعيده، وايضا عوده شريف اكرامي بعد جوله المنتخب المصري في السعوديه لاداء مناسك العمره. وكل هذه الامور حدثت في تمرين اليوم. النهارده تمرين اليوم حتى احمد فتحي ادي شايل شعره تماما عشان لسه جاي من العمره طازه. تمرينة اليوم ما كانش فيها جوانب بدنية تقيلة، آخر تمرينة قبل المباراة بيبقى فيها بعض الجوانب الخططية الخفيفة، بيبقى فيها بعض التركيز، كان في محاضرة قبل التمرين وبعض التركيز والمراجعة. دايما كابتن حسام بدري بيحب يراجع كتير، بيحب يراجع كل الأمور، طريقة اللعب فريق الإنتاج الحربي هتبقى إزاي، إحنا طريقة لعبنا هنفك الدفاعات وطريقه التحفظ الدفاعي ازاي، ابرز العوامل الهجوميه بالنسبه للفريق المنافس، وبالنسبه لنا احنا نقدر نقف قدامها ازاي من الجانب الدفاعي، هنتحرك ازاي في جانب التحول من الدفاع الى الهجوم، مين اللعيبه اللي هتبقى متركز عليها طريقه اداء وشكل اللعب، هنمسك فراوده الانتاج ازاي. كل هذه الامور بيتراجعها كابتن حسام بدري كتير جدا مع اللعيبه عشان يبقى كل واحد عارف ادواره الهجوميه ايه وادواره الدفاعيه. النادي الاهلي بيلعب بالشكل الجماعي، جماعيه فريق النادي الاهلي هي طابع الهجومي والطابع الدفاعي، وهي دي شخصيه فريق النادي الاهلي، ان الاهلي بيلعب تيم جيم، بيلعب بشكل جماعي وفي مصلحه الفريق. ايضا كان في تركيز على الضربات الثابته النهارده في خلال مران اليوم، تالق فيها العديد
من اللعيبه وادي عبد الله السعيد بعد قدومه، وادي مؤمن لعيبه المنتخب. حسام عاشور النهارده ادى التمرينات بشكل كويس ومن الممكن ان يكون يبدا غدا ايضا. وحسين السيد، خلينا بقى نفكر مع حضراتكم كده في تشكيله النادي الاهلي اللي هيعتمد عليها الكابتن حسام البدري غدا. هنبتدي نتكلم ان قلبي الدفاع سعد سمير وايمن اشرف، وارد يبقى محمد هاني واحمد فتحي يبقى وسط ملعب، وارد ان احمد فتحي ويبقى حسام عاشور وعمرو السوليه، وارد يبقى هشام محمد وعمرو السوليه. كل هذه الامور وارده، ولكن كجبهه يسرى حسين السيد، ايمن اشرف، سعد سمير، وممكن يبقى في بعض التغيرات من الجانب الدفاعي في وجود احمد فتحي كباك يمين او وجود محمد هاني ودخول احمد فتحي الى الوسط. ده على حسب حاله حسام عاشور وعلى حسب كابتن حسام البدري عايز ايه من المباراه. نفس الشيء في الامام، الكل طبعا بحاله جاهزيه جيده. محمد الشناوي في حراسه المرمى، برضو نبتدي من خط حراسه المرمى. محمد الشناوي بشكل كبير جدا هو اللي هيبتدي لقاء الغد ان شاء الله، او لقاء اليوم خلاص عدينا الساعه 12 امام الانتاج. خط الوسط الهجومي عبد الله السعيد مفيش خلاف عليه، وارد جدا تشوف حمودي وتشوف اللاعب جونيور اجاي، وارد جدا يبقى وليد سليمان وجونيور اجاي، وارد جدا يبقى مؤمن وجونيور اجاييه، وفي الامام وليد ازارو كراس حربه. ده الطريقه اللي بيفكر فيها الكابتن حسام البدري غدا لكسر التكتلات الانتاج الدفاعيه. كل هذه الامور كانت موجوده في تمرين اليوم زي ما حضراتكم شايفين. خلينا نقول ان احمد حمدي عنده اجهاد، وتم يعني في بعض الاقاويل ان هو فضل الكابتن حسام البدري انه يريح احمد حمدي في لقاء الغد عشان مواجهته للانتاج الحربي. واحمد حمدي كان تالق في ماتش تليفونات بني سويف. هراجع مع حضراتكم برضو ان الدفاع محمد نجيب ورامي ربيعه في حاله اصابه، فعشان كده هيتم الاحتكام بشكل كبير جدا لايمن اشرف واللاعب سعد سمير، دول الاقرب للدخول. وعلى فكره برضو ممكن تلاقوا محمد هاني بيلعب برضو كمساك، هو كان لعبها في لقاء تليفونات بني سويف، ولكن يمكن ايمن اشرف تعود على هذا المركز كثيرا سواء في الناشئين سواء مع النادي الاهلي وايضا مع سموحه قبل رجوعه مره ثانيه لبيته النادي الاهلي. احمد حمدي من اللعيبه اللي عندها مهارات وامكانيات عاليه جدا، وتحس كده ان في استنساخ جديد لحسام غالي، وهو عنده نزعه هجوميه اكثر ما شاء الله، بيعرف يسدد بيمينه وبشماله، حتى الهدف اللي احرزه كان بقدمه اليسرى زي ما حضراتكم شايفين امام تليفونات بني سويف. بيتحرك دايما الى الامام، ودي من السمات اللي خلت الانديه الاوروبيه تفكر فيه، ان اللعيب اللي جاي عندك من نص الملعب يعني الكره ديت هو لاعب وسط ملعب، ولكن وسط ملعب بامكانيات هجوميه كبيره جدا، ودايما في اي موقف هجومي هتلاقي احمد حمدي سواء على اطراف ال 18 او داخل ال 18. هنا عماد متعب اهو، وهنا حمودي منتظر لضرب التسلل او اسلام محارب، ولكن احمد حمدي بالتقدم وبيعرف يجري في ظهر الديفنس المكان الفاضل ياخد فيه التمريره، وادي التمريره اهو من عماد متعب، استلم صح في لقدام وحطها بالقدم اليسرى. وهنا انك يكون عندك لعيب مش بس بيجيب الادوار الهجوميه، لا ده بيجيب التهديف برجليه اليمين ورجليه الشمال، ده بيديله اضافات كبيره جدا وكقيمه للعيب بروميسنج، لعيب صاعد في نفس الوقت عنده امكانيات كبيره جدا من الناحيه الهجوميه من الناحيه الدفاعيه، بتدي افضليه بالنسبه للاهلي ولاحمد حمدي للانضمام ان شاء الله في الفتره الجايه لقائمه النادي الاهلي ومن ثم الانضمام الى المنتخبات. خلينا نقول لحضراتكم اني برضو هفكر حضراتكم ان كل اللعيبه الدوليين انتظموا في المرات زي ما حضراتكم شفتوا بعد عودتهم من العمره، وكانت ان شاء الله يا رب تكون عمره مقبوله بالنسبه لهم. خلينا نروح لشان اخر، وهو مجلس اداره النادي الاهلي كرم ابطال الكاراتيه واعاره نور للاعيبه التنس للاولمبي. قرر مجلس اداره طبعا برئاسه المهندس محمود طاهر الموافقه على اقامه حفل تكريم لابطال العالم للكاراتيه بالنادي الاهلي في السادسه مساء السبت يوم 25 نوفمبر الحالي.
وقرر الموافقه على اعاره اللعيبه نور علاء عبد الفتاح لاعبه تنس الطاوله 15 سنه للنادي الاولمبي، وايضا وافق على ضم اللاعب هشام محمد لاعب العاب القوى بنادي مدينه نصر، وايضا في بادره منح العاملين بالنادي منحه عشان مولد النبوي الشريف. يعني ربنا كده يكون لسان حركه طيبين ويعيدوا علينا بالخير واليمن والبركات بالمولد النبوي الشريف. نخش في خبر اخر خاص باتحاد الكره منتخب مصر. السيد ايهاب لهيطه مدير المنتخب المصري بيصرح بيقول ان وديه امريكا هتكون مش هتقام لانها وقتها مش داخل اجنده الفيفا، زائد ان لسه لحد دلوقتي الترتيبات بتاعتها ما لا تسير بصوره منتظمه في كل الجوانب، وابرزها انها مش موجوده داخل اجنده الفيفا، فده معناه ان انت مش هتقدر تجيب لاعبيك المحترفين، فايه الفائده؟ ما الفائده ان انت تلاعب؟ اولا امريكا لم تتاهل لكاس العالم، زائد ان المنتخب المصري حتى الان مش عارف هو هيلاعب مين، فهل المدرسه الامريكيه في كره القدم هتبقى مفيده ليك؟ زائد ان انت مش هيجي لك لعيبتك المحترفين، فكل هذه الامور دخلت ان وديه امريكا محكوم عليها بالفشل. اطلع مع حضراتكم لمسابقات بقى او مسابقه الدوري العام. النهارده اقيمت لقاءات في منتهى القوه، ابتدت بالداخليه والاسيوطي، وتفوق الداخليه على الاسيوطي بهدفين مقابل لا شيء. كان احرز احمد سمير فرج واحد من اجمل اهداف الدوري، ثم تعزز التقدم محمد زيكا لفريق نادي الداخليه. ادي الهدف الاول، وادي احمد سمير فرج وتسديده، ولا اجمل من كده، بقالنا كتير ما شفناش تسديدات من مسافات بعيده، ومحتاجين للعيبه بتجيب التسديد من المسافات، لان التسديد ده من احد اهم العوامل الوصول للمرمى، يعني كره عرضيه، مهاره فرديه، وتسديد، هي دي الثلاث عوامل اللي انت بتقدر توصل بيهم الى المرمى المنافس وتحرز بيها اهداف، فده يعني مهاره جميله جدا، تكنيكه هو وطريقه تسديده في التسديد بشكل مميز جدا. ايضا في الثلاث مواجهات خلينا نتكلم ان ايضا كان في مواجهه ام بي والاتحاد، وفاز فريق ام بي بهدفين مقابل لا شيء، ثم تعادل مصر المقاصه مع وادي دجله بثلاث اهداف مقابل ثلاث اهداف، والابرز ان ماتش المقاصه ووادي دجله كان شهد العديد من ضربات الجزاء، ولكن حكم اللقاء كان اكثر من موفق. وخلينا نطلع ونكلم كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وايضا المشرف العام على لجنه الحكام. مساء الخير يا كابتن. أخيرا كابتن محمد، ومساء الخير على كل مشاهديك الكرام. اولا بهني حضرتك على مستوى التحكيم في الاسابيع الماضيه. اليوم برز دور الحكم الخامس في مباراه وادي دجله والمقصه، وفي الكره اللي عدت خط المرمى وهو اشار انها هدف، وايضا تمركز الحكم في الحالات اللي كانت بالنسبه للموجودين في الملعب مش واضحه جدا، ولكن الاعاده التلفزيونيه اكدت ان الحكم اللقاء كان عنده رؤيه واضحه جدا وقراراته كانت صائبه. والله بشكر حضرتك كابتن محمد، لان يمكن انت الاستوديو الوحيد اللي قال شكرا للحكام. يعني احنا دايما بنقول ان احنا لما يكون عندنا اخطاء احنا اول ناس بنعترف باخطائنا عشان نقدر نصلح بعد كده. يعني انا يمكن شفت بعض الاستوديوهات الحقيقه نقد للحكم نفسه من بعض النجوم الكبار اللي بيحللوا. انا عاوز اقول لهم يعني رفقا بالحكام، وان الحكام دول برضو نجوم زي حضراتكم وبشر، واتمنى يعني انا ما اقدرش اتكلم في التحليل الفني لاداء اللاعبين، لكن اقدر اتكلم في التحليل التحكيمي لان ده تخصصي. اتمنى ان كل واحد يتكلم في تخصصه بشكل هيكون افضل. لسبب كابتن محمد، في بعض الحاجات في القوانين قانون كره القدم ممكن البعض ما يعرفهاش وممكن البعض يعرفها، فاحنا لما يكون في تخصص هيكون افضل، ومش عاوز ان دايما يكون الحكم هو الشماعه، او ان انا مثلا يكون نجم صاحبي هو مدرب الفريق فانا ممكن ما انقذوش او انقذ الحكم، لان ده الاسهل او الاضعف. لا، الحكم مش اسهل ولا اضعف، احنا بنشتغل في منظومه محترمه، نتمنى ان كلنا نحترم بعض في هذا الوسط. طيب كابتن عصام، كابتن عصام، انا برضو لازم يعني اضيف الى كلام سيادتك ان احنا المهم عندنا المصلحه العامه، فلما الساده الحكام بيكونوا بيأدوا أداء مش على المستوى المطلوب لازم نقول إن أداء التحكيم محتاج الدفع، ولما النهارده شفنا الصراحة
تحكيم معتدل، تحكيم صراحه متوازن، تحكيم قراراته صائبه. لازم نشيد بدور هؤلاء الحكام، خاصه ان دول حكام من الحكام اللي محتاجين ياخدوا دعم معنوي عشان يكملوا، لان احنا هنجيب حكام منين يا كابتن؟ ما هو ده اللي موجود عندنا. وانا يا كابتن محمد زي ما حضرتك قلت، بالعكس النقد البناء لما حضرتك يكون فرضا ان النهارده التحكيم ما كانش موافق، لما حضرتك تطلع وتتكلم بنقد بناء وايه الاسباب ونتكلم في ايه الاسباب وايه الاخطاء، ده شيء محترم ان احنا نقف عند اخطائنا ونحاول نعالجها. لكن لما يكون هناك في تميز او في تحكيم جيد ولا نذكر ده ونحاول كمان نحمله اخطاء الاخرين، لا 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 كده يبقى كتير يا كابتن محمد، كده يبقى احنا مش ماشيين في الطريق الصحيح لتطوير كرة قدم، ويكون عندنا كرة قدم متقدمة. احنا رافعين كأس العالم، لازم يبقى فيه مصداقية في التحليل، إذا كان تحليل فني لأداء اللاعبين أو تحليل فني لأداء الحكام. أتمنى إن ده يحصل عندنا، أتمنى إن احنا نكون قريبين أكتر من النقد الموضوعي وكل واحد يتكلم في التخصص، طيب. هيكون أفضل جدا. طيب. يعني. كابتن عصام، رأي حضرتك في ضربات الجزاء اليوم، هل فعلا كانت القرارات صائبة؟ الحمد لله. انا اعتقد حتى يعني انا طبعا دايما لما بسال عن قرار بقول ان انا شفته، حتى لو انا لو حتى لو انا طبعا انا رئيس لجنه الحكام، فالناس ممكن تقول انه هيجامل الحكام ولا نرجع حتى للمحللين، اكثر من محلل الحقيقه النهارده قرر ان ركلات الجزاء صحيحه 100%. نعم. يعني مش انا مش عارفه يعني اقول ايه طبعا، لان النهارده حصل منظر الحقيقه، لو حكم انسحب من المباراه يا كابتن محمد، نعم، هيبقى شيء مقبول؟ هل حد يقبل هذا الكلام؟ لا طبعا. واحنا في بلد كبيره، بلد زي مصر، شيء زي ده ممكن يسجينا في الخارج، وكمان يا سيدي نفترض وهذا طلع الكلام غير صحيح ان الحكم اخطا فعلا، شيء طبيعي ما المدرب بيخطا، وفي مدربين عندهم عاملين نتائج سيئه جدا في الدوري، عادي ممكن يكون عدم توفيق وممكن القادم يكون افضل ليهم. نفس القصه رؤساء انديه ممكن يكونوا المفوقين في الاداره وفي ناس موفقين، ده شيء طبيعي في كره القدم. طيب. التوفيق بتاع المولى عز وجل، بس احنا مش عاوزين نرمي اخطائنا على الاخرين. انا عمري ما برمي اخطاء الحكام على الاخرين، لا، بنوقف وبنقول عندنا هنا في الحته دي عندنا سلبيات معينه لازم نعالجها الفتره الجايه، وان شاء الله نوعد الناس ان احنا نعالج كده، بنواجه نفسنا عشان نقدر نصلح. انما بالشكل اللي انا بشوفه ده باعتراضات كمان من اللعيبه، يبقى القرار صحيح 100% والراجل بيعترض بشكل غير عادي، لا لا، لازم يكون في وقفه حاسمه، وكمان الحكام لازم يواجهوا مثل هذه الافعال بقوه. بقوه ايه؟ بقوه يعني من اجل اعاده الانضباط الى ملاعبنا، لكن بهذا الشكل الامور هتكون صعبه الحقيقه، لان الموسم صعب جدا يا كابتن محمد، من اصعب الدوريات من سنين طويله الحقيقه. طب هل يا كابتن استخدمتوا او يعني استفدتوا من فتره التوقفات اللي كانت موجوده للمنتخب في عمل، مش هقول دورات، ممكن اقول مثلا شرح تطويري لمستوى التحكيم، الاخطاء اللي بيقع فيها الحكام وازاي نقدر نتفاداها في المراحل المقبله، ابرز الحالات اللي كان فيها مثلا غير يعني كان الحكم فيها غير موفق في العديد من المباريات، هل بيتم شرح هذه الامور بالنسبه لهم بحيث ان هو يبقى الحكم عارف مثلا هو اخطا في ايه ويتم تداركه؟ كابتن محمد، احنا بعد نهايه كل جوله من جولات الدوري الممتاز بنعمل يومين تحليل لاداء الحكام، الحاجات السلبيه والحاجات الايجابيه، الحاجات السلبيه ليه وقعنا فيها، ليه اخطانا فيها، ونجيب رموز التحكيم كمان اللي عندهم خبرات كبيره في هذا المجال يجوا ويشاركونا في ده. احنا بالعكس احنا وعلى فكره وبنعاقب الحكام اللي بيخطئوا عن اهمال، بس ما بنعلنش هذه العقوبات، ده بيبان من خلال مباريات الدوري ان الحكم ده الناس مش شايفاه. نعم. معاقب يعني اذا، لان البعض يقول لك ان الحكام لا يعاقبوا، هذا الكلام غير صحيح. انا مش عاوز اقول لك كم حكم وكم حكم مساعد تم عقابهم خلال الثمان جولات اللي حصل نتيجه الاخطاء وقعت بإهمال، فاحنا بالعكس احنا بنواجه نفسنا وبنحاول نصلح من اخطائنا، وده اللي بنطلبه من الاخرين، انه يكون عنده مصداقيه لما يكون هو الغلطان او فرقته ما اديتش الاداء الجيد او هو حط خطه خطا او هو اخطا، يكون عنده الشجاعه انه يعترف بده، لكن ده للاسف مش موجود عندنا بشكل كبير. هو في ثقافتنا. كابتن عصام، النهارده يعني خدت بالي من ظاهره جميله، هو دايما
في الدوري الايطالي، يمكن الدوري الايطالي تحس ان الاتحاد الايطالي لكره القدم او لجنه التحكيم في ايطاليا بتميز الحكم حتى في قميصه اللي بيرتديه، بيبقى مختلف حتى بيذهبوا الى اللون الاصفر الفسفوري كتمييز للحكم. ويمكن اول دوله شفتها بتحط سبونسرات او راعي على الملابس التحكيم كانت في الحكام الطليان داخل الدوري الايطالي. النهارده فوجئت ان ايضا ملابس التحكيم عليها راعي ابتدى. هل هذا الامر هيبقى اضافه للحكام في المقابل المادي ولجنه التحكيم، بحيث ان احنا بعد كده ما نسمعش ان الحكام في مشاكل معاها في ان المقابل المادي ضعيف والى ذلك؟ بس انا قبل ما اجاوب على السؤال عاوز اخد بس ايطاليا كده في جمله مفيده. نعم. من يومين ايطاليا كانت بتلعب السويد يا كابتن محمد. نعم. وخرجت من كاس العالم. نعم. انا هبعت لك بعد البرنامج ان شاء الله حالات المباراه. نعم. ركلتين جزاء 100% للمنتخب الايطالي لم يحتسبوا، ولو احتسبوا ايطاليا تروح كاس العالم. نعم. وفي النهايه شفنا الناس بيسلموا على الحكم بعد المباراه. انا عاوز بس اقول يعني شوف قد ايه الثقافه والوعي تجاه التحكيم. بقول لك ايطاليا دي دوله كبيره يمكن غلبت شيء. نعم. اربعه كاس عالم. اربعه كاس عالم. ضربتين جزاء 100% مش 100% 100% سلام، ولم يحتسبوا من الحكم، ولو كان احتسبهم كانت صعدت ايطاليا الى كاس العالم. ده بس ايه بالنسبه لاخطاء الحكام. طبعا بالنسبه للسبونسر وبالنسبه للي حضرتك شفته النهارده على التيشيرتات، فعلا من خلال الراعي طبعا عنده اكثر من سبونسر، فبدانا نحط يعني البجات اللي انت شفتها على قمصان الحكام كدعايه لهذه الشركات، والتحكيم ان شاء الله هيكون له نسبه 10% من قيمه العقد الرعايه بالنسبه للحكام. وده شيء يحسب، وصراحة دائما احنا بنحاول ان احنا نرتقي بمستوى التحكيم باي شكل ممكن، لانه في الاخر بيصب في المصلحه العامه. طبعا كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اتحاد الكوره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. حاجات مهمه احنا برضو ما بنسيبش حاجه، فموضوع الحكم لما شفت عليه الراعي كان لازم اتكلم مع كابتن عصام عبد الفتاح واشكره ان دي حاجه ايجابيه بتطور مستوى التحكيم، بياخد منها دعم، فبيبقى يبتدي الحكم بلغه الكوره كده او باللغه العاميه بينزل الماتش مش متقدر، مش حاسس ان انا بعمل حاجه فوق طاقتي، سواء لعبت او حكمت هم بيقولوا كده، سواء لعبت ماتش كبير سواء لعبت ماتش صغير انا برضو حقوقي محفوظه وعندي دخل هيكون على اعلى مستوى. هو ده اللي بيفرق، لان الحكام بره كلهم محترفين، بيبقى موضوع الجانب الاستثماري او الجانب الرعاه بيفرق كتير جدا، وانا خدت التجربه الايطاليه لان هي الابرز في التحكيم. اكمل مع حضراتكم النتائج. كنت ابتديت بالداخليه وفريق الاسيوطي، والداخليه نجح انه يصل الى النقطه ال 12 في المركز السابع وانطلق الى داخل منتصف الجدول بشكل كبير جدا. ايضا كان في مواجهه ام بي والاتحاد السكندري، و الام بي مع كابتن ايهاب جلال بيحرز فوز مهم جدا دفع بيه انه يصل الى المركز الخامس برصيد 13 نقطه، ولكن ام بي لعب 9 مباريات. صلاح محسن بيحرز هدفين الصراحه الاثنين اجمل من بعض عشان يصل بي ام بي في المركز الخامس مع كابتن ايهاب جلال، والصراحه كان مباراه كانت جيده جدا من جانب فريق نادي ام بي. وادي امام حضراتكم الاهداف، ادي الهدف الاولاني، وهنا في خطا كبير جدا من لاعب وسط الارتكاز من فريق الاتحاد، واستغلوا هذا المهاجم الشاب من مواليد 98، والنهارده صراحه كل نجوم استاد الاهلي تكلموا عنه بشكل رائع وقالوا ان هو موهبه صاعده في الكره. مش احنا محتاجين في هذا المركز نشوف بقى نجوم كتير، مش عايزين نتكلم على لعيب واحد بس، عايزين نتكلم على كذا لعيب، لان هذا المركز في منتخب مصر كمان ابتدينا نحتاجه بقوه. وادي هذا اللاعب صلاح محسن واحد من النجوم الواعده بيحرز هدفين لفريق نادي ام بي ويتقدم ليهم في هذا اللقاء. احرز الهدف الاولاني من تسديده والهدف الثاني جابه من ضربه راس، يعني ادانا منظرين او نموذجين لراس الحربه، واحده تسديده من على راس 18 وادي الكره الهدف الثاني. بص ازاي هو يعني هو كان صراحه مستريح، يعني دفاع الاتحاد مريحينه بشكل كبير، ولكن هو عمل اللي مطلوب منه، احساسه بالمكان خلاه يبعد عن المدافعين، وكان عارف ان التمريره العرضيه هتجيله في هذا المكان وتعامل معها براسيه رائعه عشان يبقى الثنائيه لفريق نادي ام بي. ايضا
فريق بقى او نروح للماتش الجدلي اللي كنت بتكلم فيه مع كابتن عصام عبد الفتاح وهو وادي دجله والمقصه، تعادل بثلاث اهداف مقابل ثلاث اهداف، لقاء كان فيه ضربات جزاء، لقاء كان فيه كره ممتعه، ثلاث اهداف هنا وثلاث اهداف هنا، وحسين الشحات يصل الى صداره هدافي الدوري برصيد سبع اهداف. كان وادي دجله تقدم، عفوا كان المقصه تقدم ثم تعادل فريق وادي دجله، ثم بعد كده تبادل من يتقدم ومن يتعادل حتى في الاخير انتهت اللقاء بالتعادل. ودي الكوره اللي انا اتكلمت فيها ان دور الحكم الخامس كان هو اللي شاف ان وجوده في هذا المكان بيشوف الكوره لو عدت لو شافها من الشبكه بتبقى هدف، عشان بس بقولها لحضراتكم كده بالوايه. هنا دي الكرة اللي فيها جدل كتير جدا، اللاعب اللي من ناحيتنا اللاعب القريب هو دخل وسط اثنين لعيب، واحد منهم كان في زي ما تقولوا عرقله كده واصطدم بيه رجل المهاجم، فعشان كده احتسبت هجمت ضربه جزاء واحرزها حسين الشحات، وكان عنده وهو بيتكلم فيه بيشاور شاورته كده انه العقل انه حطها في منتصف المرمى، هو كان في ضربه جزاء شاطها قبل كده فالحارس بيبقى ممكن يتوقع فهو غير من اسلوبه، وده الهدف الثالث لوادي دجله الصراحه، برده هدف من الاهداف الجميله عشان حسام عرفات واحد من النجوم اللي عندها خبرات كبيره جدا سواء مع نادي وادي دجله او صراحه لاعب في بتروجيت وكان عنده جوله كبيره جدا. وادي الهدف التعادل الثلاثيه، وادي حسين الشحات مره ثانيه بيحرز اهداف، كان مباراه جميله جدا كده. وادي دجله بقى في المركز ال 15 برصيد 7 نقاط، والمقصه في المركز ال 16 برصيد 6 نقاط، وما بينهم ما فرقتش كتير لان هو كان واحد يعني قبل الماتش كان برضو فرق نقطه ما بينهم وبين بعض، كانوا محتاجين حد منهم يكسب عشان يضم يعني ياخد دفعه اكبر داخل الجدول، ولكن كابتن عماد سليمان و كابتن احمد حسام ميدو الاثنين اتعادلوا وكان لقاء ممتع بالنسبه للمشاهدين. بكره ان شاء الله لقاء طنطا والاسماعيلي، الاسماعيلي بيبحث عن الصداره 17 نقطه وعنده لاعب 7 ماتشات بس، وايضا سموحه مع الرجاء، الرجاء في اخر الترتيب عنده نقطه واحده بس، موقف صعب جدا على الكابتن عماد النحاس. ايضا فريق سموحه مع المدير الفني اشتراكه في المركز السادس برصيد 12 نقطه، وهنختتمها بلقاء الانتاج الحربي والنادي الاهلي، ان شاء الله يكون كل التوفيق مع فريق النادي الاهلي، وهنبرز لحضراتكم غدا في تغطيه خاصه من الساعه 5 كل الامور والجوانب وكواليس هذا اللقاء. هكمل كلامي بقى ونذهب للكره العالميه، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، النادي الاهلي حبيبي. بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا، هطلع بيكم الى ايطاليا، خلاص ابتدينا كل شويه نتكلم على ايطاليا وتوابع الخروج من كاس العالم. الاتحاد الايطالي يقيل المدير الفني فنتورا من تدريب منتخب الازوري، منتخب الايطالي عقب فشل التاهل الى كاس العالم. كان فنتورا حصل على منصب المدير الفني للمنتخب الايطالي بعد يورو بطوله يورو 2016 الماضيه، خلفا للمدير الفني السابق لفريق اليوفي ومنتخب الايطالي أنطونيو كونتي اللي ذهب لتدريب نادي تشيلسي اللندني الانجليزي. فنتورا اللي عليه العديد من علامات الاستفهام، ما كانت هي مقوماته؟ ما هو المشروع الذي قدمه للكرة الإيطالية والاتحاد الإيطالي كي يتولى تدريب واحدة من أكبر المنتخبات في العالم، بل منتخب رقم 2 في الحصول على بطولات كأس العالم بعد البرازيل بأربع بطولات كأس عالم. إيطاليا التي ذهبت إلى من 20 بطولة ذهبت إلى 18، والآن من 21 بطولة عندها 18 مشاركة في كأس العالم، لم تشارك في أول بطولة كأس عالم 1930 في الأورجواي، ثم لم تشارك في 1958 في السويد، ثم هذه الدولة السويد أصبحت عقبة إيطالية لأنها هي من أخرجت وأقصت المنتخب الإيطالي من مونديال روسيا في 2018. كل دي علامات استفهام. تحدثت كثيرا عن غياب المواهب، أنطونيو كونتي لم يترك المنتخب الإيطالي بسبب في بعض المشاكل، ولكن المشاكل هي عدم وجود لعيبة، مفيش مواهب، مفيش تطوير للكرة الإيطالية. عايز أقول لحضراتكم إن في ملاعب
حتى الآن بإقام عليها الدوري الإيطالي وعليها لوجو إيطاليا 90، تم إنشائها في مونديال إيطاليا 90 من 27 سنة. حتى الآن لا يزال فريق روما وفريق لاتسيو فريقي العاصمة الإيطالية بيلعبوا على ملعب واحد وهو ملعب الأولمبيكو. نفس الشيء في ميلان، نادي إي سي ميلان ونادي الإنتر بيلعبوا على ملعب سان سيرو اللي نادي الميلان بيقول عليه سان سيرو، ثم فريق الإنتر بيسميه جوسيبي ميازا واحد من أفضل أهدافي الإنتر واللاعب التاريخي لفريق الإنتر ناسيونالي الإيطالي. لما يكون عندك لعيبة ما فيش المواهب، تحدثت ان مفيش دلوقتي سواء في الهجوم مفيش عندك لعيبه الا انسيني وبعده فيراتي والباقي نجوم الدفاع وكلهم حتى عدوا ال 30 بكثير، ابرزهم بارتالي ابرزهم كليني. كل هذه الامور ادت الى خروج المنتخب الايطالي واقصائه من المونديال الروسي. يعني مفيش غير فرقه اليوفي هي اللي غيرت وعندها الملعب الخاص بتاعها، ملعب اليوفي ارينا. وحتى كنا اتكلمت مع حضراتكم ان النادي الاهلي ان شاء الله في صدد انشاء استاد النادي الاهلي، وده هيفرق كتير معاه من الناحيه التسويقيه. فريق اليوفي عشان عمل الملعب فرق عن اللي حواليه، لان كل منافسيه لسه بيقسموا الملعب اللي بيلعبوا عليه، وده بيفرق كتير جدا في الايرادات والجانب التسويقي. كره القدم اصبحت صناعه. خلينا نروح لان المنتخب الايطالي بيفاوض المدير الفني الايطالي الكبير كارلو انشيلوتي، ايضا المملكه العربيه السعوديه والاتحاد السعودي دخل في هذه المفاوضات. السعوديه مش عاجبها فان مارفيك المدير الفني الهولندي الى حد كبير، خاصه ان الصعود الى كاس العالم جاء بشق الانفس، وفي نفس التوقيت السعوديه في الماتشات الوديه حتى كان بتلعب بلغاريا وهزمت، ومن قبل كان في المشاركات الوديه كانت لم تؤدي بالمستوى المطلوب. فيبدو ان الاتحاد السعودي يتجه الى التعاقد مع هذا المدير الفني. كارلو انشيلوتي من المديرين الفنيين اللي غيروا شكل الكرة الإيطالية إلى حد كبير، كان امتدادا لأريجو ساكي وفابيو كابيلو، ولما جاء في الميلان حصل مع الميلان على كل البطولات، منهم 2 بطولة دوري أبطال أوروبا، وحصل على الدوري الإيطالي، ذهب إلى تشيلسي، حصل مع تشيلسي على الدوري الإنجليزي، ذهب لفاريس سان جيرمان وحصل مع فاريس سان جيرمان على الدوري الفرنسي، ذهب إلى الريال حصل معهم دوري أبطال أوروبا مع 3 تشامبيونز ليج بطولة دوري أبطال أوروبا. نفس الشيء حينما ذهب إلى ألمانيا حقق مع بايرن ميونخ بطولة الدوري الألماني، ولكن يبدو أن المشاكل اللي حصلت ما بينه وبين لاعبي فريق أو نجوم فريق البايرن أدت إلى إقالته وقدوم ياب هاينكس المدير الفني الألماني المخضرم وذهاب أنشيلوتي بعيدا عن أروقة البايرن ميونخ. والآن هو على أعتاب تدريب سواء المنتخب الإيطالي أو المنتخب السعودي، يدخل بقوة لضم هذا المدرب الرائع. خلينا نروح لخبر مهم جدا وهي المنتخب الأسترالي، أصبح المنتخب رقم 31 في كأس العالم، فاز في الملحق على هندوراس بثلاث أهداف مقابل الهدف، وأصبحت أستراليا أو أستراليا قارة بأكملها، وهي كانت بتلعب في أوقيانوسيا ثم ذهبت إلى تصفيات كأس العالم، وبعد حصولها وتفوقها على المنتخب السوري اللي كان أقرب والله كان ممكن يعمل مفاجأة كبيرة جدا ويذهب إلى المونديال، ولكن هي تفوقت بفوزها على المنتخب الهندوراسي 3 أهداف منهم ضربتي جزاء، وفي الآخر أستراليا في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها. ده كان أمر مهم جدا، وكده يتبقى مواجهة البيرو مع نيوزيلندا عشان تكمل ال 32 فريق اللي هيشاركوا في كأس العالم في روسيا 2018، ويبتدي بقى إجراء القرعة عشان يجي لنا بقى نشوف بقى هيجي لنا مين كمنتخب مصر. أروح ليه خبر مهم جدا لجمهور ومحبي محمد النني وفريق الارسنال، وهو المدير الفني الفرنسي ارسن فينجر ابتدى يلمح انه من الممكن او من الوارد انه في اخر السيزون يترك الارسنال. صراحه ارسن فينجر وعليه العديد من علامات الاستفهام وعليه العديد من النقد، مشجعي الارسنال ابتدوا ينتقدوه، ابتدوا يعملوا له لافتات ارحل ارحل ارحل، ما بقوش عايزينه لانه لا يحقق الطموحات. ولكن وجهة نظري ان في مدربين بيصنعوا الفارق وبيصنعوا تاريخ وبيصنعوا مجد للانديه، يعني فريق الارسنال قبل قدوم ارسن فينجر وكان جاي هو حاصل على بطوله كاس الاتحاد الاوروبي في 96 مع فريق موناكو، وهو اللي جه كان ساعتها معاه في موناكو تييري اونري وتريزيجيه لو تفتكروا الاثنين اللي كسروا الدنيا، واحد بقى مع فريق الارسنال وواحد راح فريق اليوفنتوس عمل معاه انجازات كبيره، وكانوا هما الاثنين ثنائي هجوم منتخب فرنسا.
لما ذهب الى فريق الارسنال ابتدى يغير شكله وطريقه كره الارسنال. كان فريق مانشستر يونايتد في اخر التسعينات كان حاصل على 7 بطولات دوري. فوجود ارسن فينجر غير طريقه وشكل طريقه لعب الارسنال. ابتدى يعتمد بقى على دينيس بيركامب، ابتدى يعتمد على انوان كوكانو، ابتدى يخش اوفر مارس، نيكولا اناليكا، ابتدى يجي بقى تيري اونري بعد كاس عالم 98 من اليوفي. ففريق الارسنال اصبح فريق قوي جدا، وابتدى في بدايه الالفينات ياخد بقى يحصل على بطوله الدوري الانجليزي مروه، وبعد كده مره ثانيه يخش فيها مانشستر يونايتد السير اليكس فيرجسون، ثم ياتي مره اخرى. ابتدت يبقى في منافسه ما بين مانشستر يونايتد والارسنال، وكانوا هم قمه الكره الانجليزيه ما بين مانشستر يونايتد وما بين الارسنال. فحتى لما تلاقي المدير الفنيين الكبار لما بيجي سيره ارسن فينجر بيتحدثوا بكل احترام، وابرزهم السير اليكس فيرجسون، لان هذا الراجل كان له مسيره كبيره جدا مع فريق الارسنال، غير مستوى الفريق، ابتدى ينافس على البطولات سواء بطوله الدوري الانجليزي، سواء الاف اي كاب، سواء كاس الرابطه او الكارلينج. وايضا في احد المرات 2006 وصل للمباراه النهائيه لدوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليج، البطوله اللي عمر ما نادي الارسنال فاز بها من قبل. وابتدت بقى يعني اداره الارسنال مع ارسن فينجر الامور بتتجه الى المركز الرابع والمشاركه في الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا. سياسه الارسنال تغيرت تماما، ما بقاش يحصد على بطولات، فجمهور الارسنال اصبح ضد بقاء ارسن فينجر. ولكن حتى في حاله يعني رحيل ارسن فينجر، ارسن فينجر من المدربين المحترمين، ولكن جمهور الارسنال الان ومحبي محمد النني يحتاجوا الى البطولات. وهو ده ابرز ما جاء في يعني هذا التحليل لوجود ارسن فينجر وتلميحه لترك فريق الارسنال الانجليزي بنهايه الموسم. ده كان اخر خبر معايا النهارده، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.